أكدت صحة النصر وزيرة الاستثمار أنها ستجري مفاوضات ولقاءات مع عدد من الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين بهدف دفع المزيد من الاستثمارات بمصر. وقالت نصر أنها ستلتقي مع ممثلي 100 شركة أمريكية كبرى، وستجري اجتماعات ثنائية للتحرك في المشروعات بطريقة سريعة حتى يشعر المواطن بالتحسن السريع. كما أشارت إلى أنها بدأت التواصل مع رجال أعمال أمريكيين، مؤكدة أن هناك توقيعات الفترة المقبلة في قطاع البترول والنقل والكهرباء، لأنهم سيساهمون في النمو الاقتصادي في ظل المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.